اردو ومربع بشجي. بجيك الكورة اليوم صراحة. أنا اليوم جاي لعندك مش مذيع فقرة الرياضة يعني. أنت من قبيلة عمالي هكا. شو هيدا برو؟ برو يعني سيقول بعض مذيع يصفر على الهواء. الذي حصل بالأمس يعني البارح ميسي أبدع هبة الدنيا برو. ميسي البارح عمل شيء بريال بيتيس، بملعب بيتيس، سابقة في كرة القدم يعني. حتى انت قلت اصبح هاشتاج. اي هاشتاج لازم يصير وسيله تواصل يعني. ميسي مختلفه عن باقي وسائل التواصل يعني بقى فيسبوك تويتر وميسي. شوف نزار عباني بيقول كلمه جميله جدا، بيقول اذا وقفت امام حسنك صامته فالصمت في حرم الجمال جماله، كلماتنا في الحب تقتل حبنا ان الحروف تموت حين تقال. حروف تموت حين تقال. هذا طيل في ميسي. منتج الحلقه قال لك احنا اخبار رياضه مش هكذا قيل. يعني صراحة لأنه في كثير من الأمور اللي نتكلم عنها. خلينا أول شيء نبدأ بإنجلترا كالعادة. كأس الاتحاد الإنجليزي، مانشستر سيتي وصل إلى دوري نصف النهائي من بوابة سوانزي في مقاطعة ويلز، وكانت مباراة صعبة جدا، ولكن السيتي كالعادة أثبت أن غوارديولا يتجه نحو الصباحية هذا الموسم. غير عادي، معناها كل شيء قاعد يربح فيه بعد مباراة الشامبيونز ليج اللي لعبها مانشستر سيتي. أكيد أنه بش يكون في أداء قوي برشا وجاي محمس المباراة. صحيح المباراة كانت صعيبة، هي في معظمها في مغلب جوانبها كانت صعيبة برشا المباراة، ولكن في الأخر معناها السيتي عرف كيفاش ينتصر وعرف كيفاش يجيب الفوز متاعه بطريقة ذكية برشا وترشح للنصف النهائي. صحيح كان مخسر بهدفين مقابل لا شيء، وهذا بيقلب النتيجة إلى 3 أهداف. الدور عينه في البطولة ذاتها، مانشستر يونايتد يذهب لمواجهة ولفرهامبتون، هذا مفاجأة الموسم بقيادة المدرب نانو سانتو، وإذا به يخسر بهدفين مقابل هدف ويقصى ويصل ولفرهامبتون إلى نصف النهائي. قد يكون مش مانشستر يونايتد اللي يعاني غملوش، لكن هو الفريق الآخر هو اللي بالحق معناه قاعد يثبت في جدارة كبيرة برشا في كأس الاتحاد الإنجليزي، قاعد يقدم في مردود قوي برشا وقاعد يوصل شوي شوي معناها، وبش يكون هو المفاجأة معناه يعني. هزم عدلة تشيلسي في الدوري. صحيح. وتمكن معادلة ليفربول، فريق قوي جدا هذا الموسم، فريق إبداع معناها، وما تعرفش عليه وين بش يوصل بالضبط، قد يوصل حتى للنهائي. صحيح صحيح. تخيلوا معنا لمواجهة السيتي. برأيك هل أنا الدوري الإنجليزي له 7 بطولات يعني كأس كاريبو الذي حققه غوارديولا، هل يمكن لمانشستر سيتي بالفعل أن يحقق السبعية التاريخية؟ ولكن تقعد السؤال مطروح بعد الشامبيونز ليج، لأنه الشامبيونز ليج ظهر لي الفريق الوحيد اللي جاي ضد في مواجهة فريق إنجليزي آخر. طبعا نعرفوا لي 4 فرق إنجليزية في الشامبيونز ليج. سيتي جاي مع توتنهام سبيرز، كلنا نعرفوا قداش فريق هذا صعيب، وخاصة يلعب في دور ربع نهائي في الشامبيونز ليج. ويعرف السيتي ما نتصورش أنه بش يكون سهل للسيتي كما شالكي. شالكي اللي كان بالحق مفاجأة معناها بعد الهزيمة اللي تلقاها من السيتي. طبعا نعرفوا لفريق سيتي قوي برشا وقدم أداء ممتاز جدا والأهداف الكل يستحق أنه يسجلها، ولكن الفريق شالكا هو اللي كان ضايع. مش موضوعنا تشامبيونز ليج، موضوعنا أكيد هو كأس الاتحاد الإنجليزي والسيتي تحديدا، هل أنه قد قادر يفوز بالسباعية أو لا. صراحة تشامبيونز ليج صعيب عليه برشا في ظل فوز يوفي، في ظل وجود برشلونة بميسي. صحيح. صعبة جدا على وخاصة ليفربول كذلك. المباراة التالية كذلك محليا في إنجلترا في الدوري هذه المرة مع ليفربول، الذي كما يقال خرج بشق الأنفس من أمام فولهام الضعيف نسبيا، لأن فولهام ليس بالفريق القوي هذا الموسم. صحيح. ولكن مباراة ليفربول كانت صعبة كما تعرف، لأنه دائما مباريات الكأس تختلف جدا عن مباريات البطولة. مباريات النقاط فيها حسابات أكثر ضغط. مباريات أي فيها مباريات الكأس فيها أنه إذا خسرت تتروح، إذا ربحت أنه تترشح. صحيح. فمهمة جدا دائما مباريات الكأس تختلف، حتى الفريق اللي يكون ضعيف جدا يجيك لمباراة الكأس بطريقة أخرى، بروح أخرى، يجي معناها نقولوا احنا بلغتنا احنا في تونس ياكل الجازون باش يحاول يربح ويترشح. فهذا علاش انه عانى ليفربول، ولكن في الاخر ترشح معناها، تمكن من الفوز بركله جزاء في الدقيقه 83. وما زال السؤال الكبير هو عينه، لماذا محمد صلاح بعيد عن التسجيل؟ اي محمد صلاح بعيد عن التسجيل، ومحمد صلاح حتى ناش كنت أتذكر في مباراة تشامبيونز ليج واللي حكيت عليه الصحافة الإنجليزية تحديدا، فكرة الأنانية بعض الشيء اللي صارت عنده محمد صلاح ما كانتش موجودة كما قبل. يعني محمد صلاح صار من الناس اللي يمكن لأنه بعد عن التهديف، فصار أنه يبحث عن التهديف أكثر من أنه يبحث على أنه يلعب جماعي. صحيح. فهذا اللي خلاه شوية في مشاكل،
نفسية نجم تقول أنه هو على مستواه، ولكن بالآخر محمد صلاح يقعد محمد صلاح معنا طبعا. يعني واحد من نجوم الكرة العالمية، مش فقط من أفضل لاعبين العالم حاليا، من أفضل لاعبين العالم قاعد صحيح أدائه قل شوية، ولكن نعتقد أنه تحتاج إلى هدف يمكن. أي زي ما تنسيش اللي الضغط النفسي اللي عليه كبير برشا، يعني من صحافة عربية كاملة وراه صحيح، والصحافة الإنجليزية والصحافتان لا ترحمان يعني صحيح. لنستكمل في الدوري الإنجليزي كذلك، تشلسي المصيبة يعني بصراحة، تشلسي في الدوري المحلي بات لقمة سائغة للكثير من الفرق. بالأمس إيفرتون تمكن من هزيمة تشلسي بهدفين دون رد ليذهب تشلسي المركز السادس. سالي صدم الجميع في بداية الموسم وهو يتراجع. يتراجع مع أنه رأوا أول ما بدأ في بداية الموسم قلنا ليه، قلنا أنه قد يكون معناها فما فكرة جديدة للمدرب الإيطالي، معناها عنده أفكار جديدة قد أنه قاعد يطبق فيها. ننتظر تشلسي لأن شوفوه في وسط الموسم وفي نهاية الموسم كيفاش بش يكون ويمش يكون ترتيبه، هل أفكاره بش يكون ناجحة مع تشلسي أو لا. ولكن حاليا تشلسي قاعد يعاني صراحة، معناها حتى اللاعبين بعاد جدا على مستواهم، معناها تحكي على ويليان أو تحكي على هازار بعاد جدا. هازار يفكر في ريال مدريد بصراحة، يفكر في ريال مدريد هذا مما لا شك فيه. وإيغوايين معناها ماهوش هال ماهوش هالمهاجم التوب، يعني إيغوايين ماهوش إيغوايين أيامات قبل، فهذه هي معناها المعاناة الكبيرة. وإيفرتون زاد ما ننساوش اللي هو فريق مهم جدا، ونحكي على ديربي معناها إيفرتون وتشيلسي نوعا ما هو ديربي معناها، اسمين كبيرين في إنجلترا ويملك ترسانة كبيرة صحيح. فريق إيفرتون والطرف الثاني من مدينة ليفربول، ويملك ترسانة نصفها من برشلونة سابقا أندري جوميز. نحكي على كلاسيكو، أنا قلت صحيح كلاسيكو، نحكي على كلاسيكو لأنه فريقين مهمين جدا. إيفرتون فريق عنده تاريخ كبير ودائما ما يعانيوا منه الفرق اللي نحن يمكن الناس اللي مش مطلعة برشا على الفوتبول، ولكن تعرف أنه تشيلسي ليفربول مانشستر يونايتد وسيتي، منه تشيلسي ولكن إيفرتون فريق زاد أيضا تاريخيا مهم جدا وعنده قيمته في الدوري الإنجليزي. صحيح. لنذهب من إنجلترا إلى إسبانيا، ريال مدريد بالمباراة الأولى تحت أربح قيادة العبقري زين الدين زيدان. زيدان قدم وكان يعني جاء إلى ريال مدريد وفي بالي هدف واحد فقط، هو العودة بالريال إلى سكة الانتصارات إلى نهاية الموسم كي تحصل ربما حالة تجديد في النادي. أي هذا هو. فاز على سلتا فيجو وأدخل إيسكو أساسي. أدخل إيسكو، أي هذا اللي حبينا نقوله، إنه رجع إيسكو أساسي، إيسكو سجل الهدف. بالإضافة أيضا جارث بيل سجل. جارث بيل سجل الهدف. تغيير الحارس صحيح، هذه صدمة كبيرة كانت جدا، انه يحط كورتوا على البنش ويرجع نافاس مرة اخرى الى حراسة المرمى. يعني زيدان رجع بفكره القديم، وكما قلت انت معناه هو فقط يبحث الان على انه يكمل سلسلة انتصارات الى نهاية الموسم، انه يكون في مرتبة مهمة جدا اكيد تأهله للتشامبيونز ليج، مش نحكيه على ريال مدريد، معناه يبحث على تأهله للتشامبيونز ليج طبعا الى ان قدوم الموسم القادم. قد يكون عنده زيدان افكار في جلب بعض اللاعبين اللي قد يغير به شكل الريال تغيير تام. معناه قد اجاؤوا بلاعب مهاجم بورتو حاليا ميليتاو الى السنة المقبلة، وهازارد باتت صفقة هازارد وصفقة كريستيان إريكسن لاعب توتنهام شبه محسومة. نحكي على هازارد، نحكي على ايكاردي بعد مشاكل مع الانتر كمهاجم، نحكي على عدة لاعبين تبحث عليهم ريال مدريد، فما عديد اللاعبين وما زلنا نكتشف ونشوف. زيدان من اللاعبين اللي باش يختارهم، لانه فما بعض المفاجآت راه يمكن يجيب لنا لاعبين ما سمعناش بهم هكا زيدان. صحيح صحيح، هكا هو صرح معناها في بعض الاسئله ماكر كرويا زيدان. ماكر صحيح. كرويا نذهب الى طرف اسبانيا، اذا كنا طرف ميسي. اسبانيا واسبانيا وميسي، برشلونه وميسي، يعني بصراحه امين ما فعله بالامس شيء من الخيال، ضرب من ضروب الخيال. انا شاهدت المباراه بكافه التفاصيل. أنت نسألك أنا ما رأيك في مباراة البارح ريال بيتيس وبرشلونة واللي عمله ميسي محمد غملوش؟ أمين المخيف في الموضوع أن الرجل وصل إلى هدف تسعة إلى هدف 29 في هذا الموسم صحيح. في الدوري حسم تقريبا سباق الحذاء الذهبي الأوروبي. اللاعب سجل ضربة حرة كهدف أول في الثلاثية من تقريبا ما يقارب 27 متر في زاوية مستحيلة، ثم الهدف الثاني بطريقة أجمل، ومن ثم الهدف الثالث الإعجازي. يعني باتت اليوم بات هدف ميسي الإلهي سامي على التويتر وفيسبوك، الهدف منتشر بكثافة لما فيه من إبداع. يعني هذا اللاعب كلما ازداد في السن وكأنه يزداد إبداعا بطبيعة الحال. راه شوف غملوش كل ما يزداد في السن كل ما يزداد انه يحاول يخلي ايماج مخكونت عليه، او انه يخلي
فكرة عليه أو أنه يخلي حاجة تقعد على ميسي ناس باش تحكي عليها في الآخر معناه يوريو هذا من الأهداف اللي كي باش نحكيو على ميسي باش نوليو نشوفوهم كيما نحكيو على مارادونا نفكروا هدف الإنجليز اللي ضد صح في ضد إنجلترا كيما نحكيو على مثلا عشان عدة لاعبين زيدان في ليفركوزن هدف زيدان في ليفركوزن صحيح يعني فما أهداف تقعد عند اللاعبين هذا من الأهداف اللي باش تقعد مخلدة بالنسبة لميسي لأنه هدف مش باش يتنساه أكيد عند كل جماهير العالم مش فقط جماهير برشلونة وميسي هو أسطورة في كرة صحيح. القدم أحببنا أم كرهنا للناس اللي تحبه والناس اللي ضد قعد أسطورة ميسي وبش يقعد أسطورة من أساطير كرة سابقة القدم. تاريخية في إسبانيا في إقليم الباسك في أصعب إقليم إسبانيا يقف جمهور ريال بيتيس ليصفق ويصرخ باسم ليونيل ميسي في ملعبه هذه كتبت الصحافة الإسبانية بالأمس أنها سابقة لم تحدث في تاريخ كرة القدم الإسبانية بطبيعة الحال لأنه اللاعبين هذوما يختلفوا على اللاعبين العاديين وجمهور محترم جمهور موضوعي يعني مثلا على سبيل المثال البارح في مباراة يوفي وجنوة عدة جماهير إن كان من يوفي أو من جنوة طالبوا بإعادة تذاكر لأنه كريستيانو ما كانش حاضر لم يلعب صحيح مثلا يعني نوعية اللاعبين هذوما حتى الناس فقط ما تجيش أنه باش تتابع المباراة أو تتابع فريقها فقط تأتي لمتابعة اللاعب حتى إن كان في الفريق الخاص صحيح صحيح إلى الدوري الإيطالي مباراة جنوة وجوفنتوس ربما لا تحتاج إلى تعليق كثيرا كانت صدمة خسارة اليوفي الأولى في هذا الموسم صحيح أول خسارة في الموسم ولكن كان اليوفي يريح لاعبيه لأنه استحقاق اليوفي أمام أجاكس أمستردام لن يكون استحقاقا سهلا مش سهل أن تفوز على ريال مدريد في مدريد بأربعة أهداف أنت فريق قوي مش سهل أبدا استحقاق أكيد الأجاكس أمستردام ويوفي أصلا هو حاسم البطولة لهذا هو لعب بلاعبين أخرين ولكن جنوة طبعا جنوة موش الفريق العادي في إيطاليا جنوة فريق مهم جدا جنوة فريق يلعب والمدرب معناها قاعد يقوم بأفكار حلوة برشا قاعدة تصير في جنوة بالرغم من أنه فقد بياتيك معناها بياتيك اللي مشى الميلان ولكن جنوة مازال قاعد يقدم في موسم ممتاز جدا صراحة والبارح الفريق الوحيد اللي هزم يوفي معناها في البطولة وأول خسارة لليوفي في البطولة ثبتها جنوة من بيونتاك يقودنا إلى حديثنا الأخير عن الديربي ماذا حصل للميلان الذي دخل الديربي بمعنويات عالية صحيح. ميلان الذي كان يحتل المركز الثالث وكأنه دخل إلى المباراة لكي يقول أنا وصلت إلى أوروبا هذا بدنا نتفاجأ بإنتر مغير جدا لإنتر الفترة الأخيرة شوف لأنه ديربي الغضب أو ديربي ميلانو هو موضوع آخر في كرة القدم صراحة البارح منذ 6 سنوات أول مرة نعود نشهد الديربي بقيمة دربيات ميلانو سابقا البارح الدربي شكل أكثر من 750 مليون مشاهدة حول العالم دربي ميلانو يعود بقوة إن كان على الساحات الإعلامية إن كان من ناحية العائدات المالية إن كان من ناحية الجماهير من كل النواحي دربي ميلانو البارح عاود رجع مرة أخرى فينا فينو على مورتي معناها يحصر على هالدخلة هذية المهم فميلان وإنتر عودوا رجعوا فكرة الديربي لأنه السنة شفناهم في البطولة أقوى من المواسم السابقة فخلى الديربي السنة يكون فيه حماس أكبر إنتر تخلى المباراة بمعنويات منهزم جدا صحيح. خارج من دوري أوروبي مشاكل مع إيكاردي مشكلة إيكاردي اللي عاملة مشاكل كبيرة صحيح. سباليتي اللي إذا تعادل أو انهزم كان سيقال عدة مشاكل الإنتر ميلان بالعكس داخل كفريق هو أكثر فريق جايب نقاط 2019 أكثر فريق معناها بخمس انتصارات متتالية فريق اللي جاي وهو عنده فكرة أنه ماشي للتشامبيونز ليج وسماوه ديربي تشامبيونز ليج لأنه الرابح باش يتأهل إلى تشامبيونز ليج مع أنه روما البارح عطت هدية للاثنين أنه ترشحوا الاثنين صحيح. ولكن الديربي البارح اللي كانت فيه حاجات مختلفة جدا أنه إنتر تخلي المباراة أنه لازم يفوز العكس على الميلان ميلان البارح الخطأ متاعه أو أنه مش خطأ فعليا ولكن لاعبين صغار ما عندهمش فكرة خبرة الديربي فالخوف اللي كان والخوف على فكرة البارح ملاحظ من باكيتا أكثر لاعب كان خائف على الميدان هو باكيتا ما كانش قادر يعمل ولا مراوغة ولا تمريرة ولا حتى أنه يخو كورة يفتك كورة بطريقة عادية باكيتا البارح كان خائف جدا من أجواء الديربي لاعب صغير طبعا صحيح. يعني نحكيه على كابتن رومانيولي عمره 23 سنة معناه أنه لاعب صغير ولكن جداً. تغييرات جاتوزو في الشوط الثاني بإشادة كل محللي الرياضة كانت جيدة جدا لأن ميلان تغير يعني ميلان تغير كليا نزول كونتي نزول أيضا كاستييخو ووجود كوتروني خلق فرص عديدة للميلان البارح وكانت مباراة مهمة جدا مع الأسف
هالمباراة هذه اللي ضاعت منها 5 أهداف كاملة للميلان كفرص، مش إنه فرصة سابحة للتسجيل، لا فرصة إنه داخل الكرة المرمى ولكن ما حبتش تفوز بالآخر. فالبارح صراحة مع كل معناه إنه أوكي أنا محب للميلان، ولكن البارح شهدنا ديربي من أيامات ديربي ميلانو زمان. جميل جدا. فحاجة مفرحة جدا إنه شفنا الديربي كما شفناه البارح. أنا هارد لك أكيد أمين، ولكن خذها مني ميلان إلى أوروبا هذا. إلى إن شاء الله أكيد. ومع ميلان نختتم الجولة الرياضية. أنا بدي أشكرك. يا عايشك وأنا نشكرك برشا. طبعا عنا موضوع على ميلان بعد شوية تنحكيه، أكيد البارح الناس كل شافت الفكرة اللي صارت بين كيسي وبيليا على دكة البدلاء، صار شجار كبير. اليوم تنحكيه عليها إحنا في فقرة التواصل الاجتماعي بعد شوية، لأنه هاشتاج ميلان إنتر كان أيضا ترند البارح. أكيد. شكرا لك على الفقرة. نشكرك برشا. وإحنا مشاهدينا بعد مشكرنا غملوش مشيو إلى فاصل وراجعين بعده عنا العديد من المواضيع، انتظرونا.